أهلا بكم إلى التفاصيل. أدى وزير الزراعة صباح اليوم زيارة للمركز الوطني لمكافحة الجراد والمندوبية الجهوية للزراعة وسدي أخويريرة والقرير ضمن زيارته لولاية الحوض الغربي. وعلى هامش هذه الزيارة عقد الوزير اجتماعا بالمزارعين في الولاية، استمع خلاله لأهم المشاكل التي تواجه نشاطهم الزراعي. وزير الزراعة رفقة والي الحوض الغربي السيد مامادو أحمد كلي يؤديان زيارة تفقد للمركز الوطني لمكافحة الجراد. وخلال زيارته لمدينة العيون اجتمع الوزير بالمزارعين في الولاية بهدف مناقشة المشاكل التي يعانون منها. بدأتها بزيارة بعض المزارع، زراعة تقليدية بالأخص على مستوى مقاطعة كوبني، وكنت جد مسرور بالمساحات اللي زرت وبالمزارعين اللي جبرت على الميدان مع السحاب، كانت الحمد لله حتى الزيتون فيها كانت تتهاطل، وذلك ما منعهم بل انهم يعودوا حقولهم متباركين مع عملهم. هذا الشق من زراعة موريتان مهم وأساسي اللي هو شعبة الزراعة التقليدية. تجي الولاية استفاد بعض من تدخلات الوزارة، من ضمنهم أولا السدود، تقريبا ما بين سنة 2019 و2023 وعدلت فيها تقريبا 14 سد من ما محصوله في الفترة كاملة على المستوى الوطن 57 سد، وهذا على كل حال إنجاز معتبر مهم. حملة تحسيسية تقوم بها وزارة الزراعة لاستغلال الأراضي وتوفير المستلزمات الزراعية الضرورية لإنجاح الموسم الزراعي هذا العام. الزيارة اللي من خلالها له يعبر وزير الزراعة عن اهتمام اللي تولي قيادة البلد الذي ينقاله الزراعة والذي ينقاله المواطن، طبقات الهشة من المواطن اللي عايشة على زراعة بشقيها المروي والمطري. هذا بعد كامل يدخل في إطار الاهتمام بالإنسان اللي هو الغاية والوسيلة في برنامج رئيس الجمهورية محمد الشيخ غزواني اللي انصب اهتمامه على الطبقات الهشة. كما قام الوزير بزيارة المندوبية الجهوية للزراعة بالحوض الغربي واطلع على البرنامج الزراعي الذي تقوم المندوبية بتنفيذه على مستوى الولاية. ومن بين محطات الزيارة سد خويريرة الذي سيتم ترميمه للاستفادة منه مستقبلا في الزراعة المطرية، سعيا إلى الاطلاع على الوسائل الضرورية التي تمكن من الاستغلال الأمثل لهذا السد. أما سد الكرير فكان المحطة الأخيرة، حيث عين الوزير منسوب مياه السد واطلع عن كثب على وضعيته ومدى استيعابه لمياه الأمطار. وتلقى الوزير شروحا مفصلة من قبل مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية والتنمية الزراعية حول الشعب الزراعية بمحاذاة السد. وفي اجتماعه بالمزارعين أكد الوزير حرص الدولة ومضيها في توفير الآليات الزراعية ليستفيد منها المزارعون ويتحسن الانتاج الزراعي وينعكس ذلك على المنتوج الزراعي المحلي. أحمد محمد الحافظ، الموريتانية، منطقة القرير.